أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. حقيقة يعني فعلا استفدت، والله استفدت، ما أقولها مجاملة، لا والله كثير من هذا اللي كنت شفته أنا ما كنت أعلمه، ولا عندي حتى يعني ولا معلومة بسيطة فيه. ستكون إن شاء الله، فهي تثقيفية صراحة جيدة، صراحة جيدة. وستكون صراحة إن شاء الله في خمس مناطق. الله يوفقك. خمس مناطق، الرياض خلاص انتهت. أي. القصيم باقي خمس يعني. الجوف، تبوك، نختتمها بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم.